صباحكم خير مشاهدينا، صباح الأمل، صباح يوم جديد على كل من يشاهدنا. أتمنى صباحكم يكون نشيط ومليء بالطاقة الإيجابية. صباح الخير على الزهرة. صباح الخير علي شايفة، على كل مشاهدي برنامج صباح الشرقية. مبلشين وياكم حلقة جديدة مليانة بالمواضيع المختلفة، بس بالبداية ويا العناوين. لو اضطررت إلى إحضار مساعد أو مساعدة في المنزل، فالمساعدة في المنزل، فهذا هو موضوع استطلاع حلقتنا اليوم. يشاركنا بالحديث عنه من استوديو دبي أستاذة المظهر والصورة والأتيكيت علياء العقيلي في الساعة الثانية من البرنامج. التمارين الرياضية، الدايت وخسارة الدهون مع الكابتن نايلة هزيم. جولة بين مختلف التوابل والبهارات في سوق العطارين في السليمانية. أما من مدينة ديالة سنأخذكم إلى بستان البرتقال وباعته في الأسواق. في الخبر المنوع لحلقة اليوم، تركيب أول رادار في باريس لصدر المركبات التي تصدر أصوات مزعجة. أما سؤالنا التفاعلي لهذه الحلقة يقول: هل تطمئن بوجود مربية مع الأطفال في المنزل ولماذا؟ تقدرون تجاوبون أكيد على هذا السؤال من خلال الكيو ار اللي ظاهر امامكم على الشاشه. كل اللي عليكم تسووه توجهون كاميرا تليفوناتكم على الشاشه تلقائيا، راح ياخذكم على صفحه الشرقيه. اكيد تقدرون تتفاعلون ويانا، واحنا طول الحلقه راح نعرض لكم بعض التعليقات. مشاهدينا، بعض الأحيان ما نكون بأفضل حالاتنا أو ما نكون بأفضل حالاتنا بسبب ضغط الحياة أو قلة الوقت أو تعبانين، فنكون كلش بحاجة لمساعد يساعدنا بالبيت، ونضطر أن نجيب شخص يساعدنا بشكل دائم أو مؤقت، سواء بأعمال البيت أو بشكل عام، أو حتى لتربية الأطفال مثلا، حتى إحنا نكون مطمئنين أو يقلل عنا الضغط أو يقلل عنا الوقت اللي ما عدنا إياه مثلا بالبيت. بالضبط. طبعا بسبب انشغال الحياة زهراء، مثل ما ذكرتي، إن كان كرجل أو كامرأة بسبب ضغوطات أيضا، فيحتاجون يعني كعوائل يحتاجون أنه تكون عندهم مربية بالبيت. فرحنا وسألنا الناس أنه إذا كانت أكو عاملة في المنزل أنه تحتاجوها كتربية للأطفال أم كمساعدة وياكم في المنزل. فخلينا نروح نشوف الاستطلاع ونرجع لكم. صباح الخير عليكم مشاهدين صباح الشرقية. اليوم استطلاعنا يقول: إذا اضطريت لأحضر مساعد أو مساعدة في المنزل، فشنو راح يكون دورهم بالضبط؟ هل المشاركة أو المساعدة في الأعمال المنزلية أم تربية الأطفال؟ حنعرف أجوبة الناس، خليكم ويانا. مساعد تشتغل ويا المرأة؟ مثلا نقول عاملة أو عامل. المرأة يعني هي مو شغلها، يعني مو واجب عليها تشتغل أعمال البيت، فإذا اشتغلت هي زايد خير من يمها. إذا جت الأطفال على تربية الأم وهي تشتغل أعمال المنزل، عاد كيف؟ أعمال المنزل تربية الأطفال لا، على الأم. لا، تربية الأطفال على الأم بس، حق الإبن على الأم. أنا اللي أشوفه هيجي، الولد حقه يعني أمه تهتم بيه، يتعلم الحلال من يمها، يعني تربيته مو تربية أحد ثاني. اي تربيته طبعا، ويعني يتعلم على امه. العامله تشتغل بالبيت، لان المراه يجوز عندها عمل، ويجوز حتى اذا ما عندها هي ما مجبره تشتغل بالبيت. يعني هو يقول لك العامله على الشغل. كاحنا عراقيين تربيه الام هي افضل شيء عندنا، فاذا كنا مربيين من غير ام فراح تكون شويه تربيه كاحنا نشاتنا كعراقيين شويه تكون مختلفه. لكن اللي نفضله اللي هو عاملة خدمات منزلية اللي هو تساعد أمنا أو تساعد تلبية تنظيف أو طبخ، لذلك شوية تهم شوية من الهم اللي أمنا ماخذة من يمه أو النساء الداخل البيت.
أما التربية فما أعتقد كثير من العائلات العراقية يأخذون تربية لأطفالهم، لكن حضانة إذا ممكن يعني كوقت قصير وقت العمل، الأم عندها عمل من الصبح إلى بلي، لذلك فراح تكون حضانة خاصة للطفل هو موقت معين، لكن تربية هذه يكون شوية صعب. إذا اضطريت لأحضان مساعد أو مساعدة في المنزل، فشنو راح يكون دورهم بالضبط؟ هل مثلاً ممكن يساعدون بالأعمال المنزلية أو بتربية الأطفال؟ اللي يجيب مساعد للبيت راح يخلي دوره إنه يساعد بالأعمال المنزلية، يعني إدارة أمور المنزل، بس تربية الأطفال لازم تكون من ضمن يعني اختصاص الأب والأم، لأن هم الأب والأم لازم هم يشرفون على تربية أبنائهم، يعني خاصة إن هو صغير لازم يعلمونه على كل شيء، يعني عاداتهم تقاليدهم الأمور الصح من الغلط، يعني هواية أمور لازم يعلمونه عليها. الخادم يقتصر دوره بس على إدارة أعمال منزلية، ويعني هاي الشغلات اللي ما تخص الأطفال. مثلاً ممكن المساعد يربي مثلاً الطفل، ممكن يساعد التربيته، ممكن يهتم بيه أكثر، شنو رأيك؟ أكو ناس يعني اللي خاصة الموظفين، يعني هو موظف وزوجته موظفة، يخلونه بالحضانة أو يجيبون يعني مساعد للبيت، وهذا الشيء يعني أنا مو كثير أشجع عليه، لأن هو هنا يعتبر بعيد عن الأم والأب، يعني بعيد عن حنانهم، وما راح يعلمونه كل الشغلات اللي يريدونها، راح يتعلم يعني غير ثقافة وغير أمور يتعلمها، يعني مو مثل ما هم يريدون، يعني هذا الشيء أنا ما أشجع عليه، وأعتقد هذا غلط التصرف من عندهم، بس العالم يقول كان يعني شلون مضطر، يعني ما عندي وقت أظل بالبيت أربي الأطفال. إذا اضطريت لأحضار مساعد أو مساعدة في المنزل، فشنو بالضبط راح يكون دوره؟ هل مثلاً إنه ممكن يساعد بتربية الأطفال أو الأعمال المنزلية؟ دائما تكون انه المساعده من تجي دائما على الاعمال المنزليه، لان اغلبيتها تربيه الاطفال تعلمها غير ثقافات من ناحيه العقيده او الدين اللي تجي بيها المساعده، يعني فقط على الاعمال المنزليه. هاي ناس يفضلون انه مثلا ممكن المساعدات تساعدهم تربيه اطفالهم، تهتم بهم اكثر. انا ضد هاي الشغله، لان دائما المساعدات تجي اغلبيتها من غير جنسيات، فشي اكيد راح تعلمه على تصرفات انه غير اللي احنا متعودين بعاداتنا وتقاليدنا. لا، فقط بالاعمال المنزليه. الاعمال المنزليه يعني اقول تم تربيه الاطفال، الانسان الخاصه بيك مثل الزوجه هي هاي، واحنا اقول كمجتمع عراقي دائما الوالده هي اقرب شيء يعني تساعد الزوجه. ليش اكو بعض الناس يفضلون انه مثلا ممكن المساعده تساعدهم تربيه الاطفال، ممكن تهتم بهم؟ يعني هي عقود حسب هم يعني رغبتهم، بس اكو مثل ما تقول تربيه الاطفال هي الام الاقرب شيء، هي اللي تشوف طفل، تشوف اموره، احتياجاته، تدخل عقودهم القلبه، هواي امور تاثير ايجابي احسن يكون. اذا اضطريتي لاحضار مساعد او مساعده في المنزل، فشنو راح يكون دورهم بالضبط؟ هل مثلا المشاركه باعمال منزليه، او مثلا يساعدون بتربيه الاطفال؟ شيء طبيعي، اول شغله هي راح تكون وياي 24 ساعه، اكيد لها دور بتربيه الاطفال، وأكيد راح تساعدني بالبيت. يعني شغلتي؟ أي نعم. يفضلون إنه مثلاً المساعدة تساعدهم تربية الأطفال، ما يحبون هالشيء؟ لا بالعكس، إذا أنا اختاريتها زينة ومن يعني لا عادي، ما عندي أي مانع بها. أي نعم، كل عائلة ولها تقاليدها الخاصة يعني، هذا الشيء. يقبلون وقسم يعارضون؟ إي أكو هواي عالم إنه يقبلون، لأن يعني تعرف إنه أول الأغلبيات اللي يجيبون إنه مساعدة للبيت لو ما تكون موظفة. أو تكون مفارغة للبيت يعني تشتغل، فتبقى هاي أطفالها وين؟ أكيد يم المربية، فأكيد راح يتعلمون من أدها هواي شغلات. مرحبا، شلونك؟ أهلا وسهلا. حبيبي، إذا اضطريت لإحضار مساعد أو مساعدة في المنزل، فشنو راح يكون دورهم بالضبط؟ هل مثلا المساعدة بأعمال منزلية أو تربية الأطفال؟ لا، بس مساعدة بالأعمال المنزل. تربية الأطفال لازم التقاليد، تعليمات، إحنا تختلف ثقافتنا عن ثقافة البقية، فما يصير أخوهم يتعلمون على غير إيد يعني غير إيدنا إحنا. نعم. هذا الموضوع صاير وياك؟ إي أنا عندي عاملة فعلاً بالبيت، بس ما لها علاقة بالأطفال، مجرد تنظيف، مساعدة تقدم حتى أنا أتفرغ لتربية الأطفال.
طبعا مشاهدينا اكيد رجعنا وياكم من جديد بعد ما شاهدنا الاستطلاع وشفنا راي الناس بخصوص هذا الموضوع. مثل ما لاحظنا انه اكو ناس اجباري او مضطره انه تجيب مربيه للبيت او للاطفال، بس اكو ناس مثق، واكو بعض الاشخاص دائما الكاميرات ما تخلى من البيت، فدائما الاب او الام من يكونون مشغولين فدائما يكونوا مراقبين طول النهار من خلال الكاميرات. اكو بعض الاشخاص حتى اذا كاميرات واي شيء يعني بالبيت فما يثقون بالمربيه اللي يجيبوها للبيت. طبعا هاشتاج الحلقه يقول هل تطمئن بوجود مربيه مع الاطفال في المنزل؟ من خلال كومنتات زهراء اللي موجوده كلهم كاتبين لا، ما اعرف شنو الفكره بالموضوع، بس رافضين هذا الشيء تماما. بس هو اكو شغله، اذا الام موظفه واذا الاب ايضا عنده اشغال واعمال، فبهالحاله الطفل وين راح يخلوه؟ اي بالضبط، اذا خلوه بالروضه ايضا راح يروح مكان صح مأمني على يعني على المكان اللي هو راح يودون به. بس بنفس الوقت المربيه اذا تكون يعني زينه وتعاملها حلو ويا الاطفال فليش لا؟ أنا مع بصراحة أنه أجيب مربية للبيت وأيضاً عاملة أنه تساعدنا بأعمال المنزلية يعني. صحيح، مثل ما قلتي يمكن أكو تخوف من بعض الأهالي فيمكن يخافون يجيبون مربية، أو مثلاً الأم تقول لا أنا رح ألحق منها ومنها وألحق على الموضوع. بس هي فعلاً إذا الأم تشتغل والأب يشتغل فيحتاجون أحد يساعدهم بالبيت. طبعاً مشاهدينا أكيد كل حلقات صباح الشرقية دائما يكون بها ضيوف مميزين، فاليوم عندنا ضيفة راح تكلمنا عن واحدة من المواضيع اللي إحنا نحتاجها صباحاً ومن المواضيع اللي إحنا نحب نذكرها بصباح الشرقية. فضيفتنا اليوم هي كابتن نايلة هزيم اللي راح تكلمنا اليوم عن الدايت والرياضة الصباحية أو الرياضة بشكل عام من الجانب الصحي أكيد. فنصبح عليك، صباح الخير عليك. صباح النور. صباح الخير عليك. صباح النور نايلة. بالبداية حابين نعرف شنو دور اليوغا في حياة الإنسان؟ هلا اليوغا بشكل عام هي رياضة يعني تساعد الإنسان على أنه يتخلص من الاسترس، فهي رياضة بتساعد على أنه الواحد يتخلص من الضغط النفسي، أنه يتخلص من التشنجات تقلصات، لأن كمان في كتير تمارين تمطيط بتصير خلال تمارين اليوغا، في تمارين تنفس يعني مندخل الأكسجين على كل العضلات، فبهي الحالة نحن بنكون عم نتخلص من التشنجات كاملة. هاد بس اليوغا لو هي بشكل عام الرياضة؟ لا، اليوغا اليوغا فيها تمارين تمطيط، يعني ان نمدد العضله حتى نتخلص من التشنجات، يدخل عليها دم اكثر، فبهي الطريقه نحن بنتخلص من التشنجات والضغط النفسي بنفس الوقت كمان، لانه في نوع معين من التنفس غير تنفس التمارين اللي بنعمله بالتمارين، فنتخلص منه بنعمله عفوا باليوغا لحتى نتخلص من الاسترس بشكل عام. طيب انت ذكرتي العضلات، يعني خليني اجي على هاي النقطه، اي احد من عندنا يسمع يوغا يحس ان اكو ريلاكس، انه واحد قاعد وما دا يحرق دهون، ففهمينا هل اليوغا هي تحرق دهون وتبني عضل؟ هي اكيد بتحرق دهون تبني عضل، هي يعني فيك تقولي انه بتريح العضله كمان بنفس الوقت فيها تمارين قوه، يعني بدنا نستخدم الايد، بدنا نستخدم وزن الجسم نوعا ما احيانا، فلهيك هي بتحرق دهون اكيد و يعني فيك تقولي انه نقدر انه نجرب تسوي نفت يعني تمارين. اول شيء لازم نركز على التنفس. اوكي، نقدر انه ناخذ خمس ثواني. نعم، يعني خلال خمس ثواني رح نتنفس، وخلال خمس ثواني رح نحبس النفس، وخلال كمان خمس ثواني رح نطلع النفس، فهيك بيكون التركيز اي انسان على نفسه وعلى النفس اللي عم بفوت على جسمه. هيفاء انه لازم هي همين تسوي مرونه، انتم عارفين يعني هاي يعني الحركات مثلا تسوي لنا اياها نايله
يمكن أشخاص ما يقدرون يسووها بالبداية، بس بالاستمرارية كل ما يسووها كل ما حيصير جسمهم مرن أكثر وأكثر، تعودون عليها أكثر. حلو إنه بالبداية بتكون صعبة، شوي شوي بتصير سهلة. بالبداية كتير الواحد رح يحس إنه تشنج تعب، بس شوي شوي الجسم بيصير مرن، يعني فورا بسهولة بيسوي هاي التمارين. حلو. زين التمارين اللي سويتيها تقريبا كم حركة نبقى نكررها؟ هي مو انه على التكرار، هي على الوقت. ايه على الوقت تقريبا، على الثواني، على عدد الثواني، او لحتى تحسي انه العضله اللي مستهدفتيها انت بهيدا التمرين انه ارتاحت. اوكي طبعا. المشكله هنا نرجع نقطه صفر، انه بهاي الحركات احنا بشنو بدنا نفكر بهاي اللحظه؟ نفكر بالاكل. بالنفس. تخيلي نفكر بالاكل. لا بالنفس. بعد التمرين ناكل. هسه حابين نعرف دور التمارين الرياضيه خصوصا للبنات، شنو دورها؟ هلا شنو اهميتها؟ طبعا هي كثير منيحه للثقه بالنفس، تقويه الشخصيه، الاراده. يعني البنت من تشوف انه جسمها عم يتغير بتصير بتقول واو انا عم بصير احلى، عم بصير احسن، البشره بتصير احلى، بتحسي انه الجسم حيوي. هيدا من الناحيه الجماليه. اما من الناحيه الثانيه بتقوى شخصيتها كثير. طبعا هي منيحه كمان لتنظيم الدوره الشهريه عند البنت. كمان في عندنا هلا البنت بشكل عام في عندها خوف من الرياضه نوعا ما، خصوصا الرياضات اللي فيها وزن، او بتقول رح يكبروا عضلاتي، او انه رح اتعب. ما بدي اتعب، في بنات ما بحبوا التعب، يعني ما بحبوا انه كثير كثير يتشنجوا او انه يتعبوا. يعني في امثله كثير عن هي، يعني هو اي بنت بس تبلش بتحس انه كثير صعب، انه الموضوع بتعب، ما بدي اتعب، هي يعني بشكل عام هيك. فبحب ركز على موضوع انه بالبدايه هو هيك بيكون موضوع متعب ومزعج، بس شوي شوي بتصير بتتعود على هذا الموضوع اكثر. طب سؤال، يعني احنا نضيف مع اليوغا تمارين ثانيه، ولا اليوغا تتمرن لحالها يعني يوم كامل لحالها بدون كارديو، بدون مثلا حديد، بدون هاي الامور؟ لا بتقدر مثلا انه تتمرن اي نوع من انواع الرياضه، بس تخلص انه تعمل يوغا، لانه اليوغا رح تريحها. يعني التشنجات اللي بدها تكون بدها تصير بعد التمارين الرياضيه رح تخف كثير، لانه هي مددت العضله وريحتها، رجعت تكون العضله متقلصه، فبترجع بتمددها وبتدخل عليها الدم والاكسجين. زين اللي عندهم وزن زايد بعض الاشخاص تفيدهم اليوغا؟ اكيد بتفيدهم. شلون يعني تنزل وزنهم؟ هو بس مجرد انه جلسه استرخاء مثل ما نقول؟ لا هي متعبه نوعا ما، يعني هي فيها تمارين قاسيه. هلا هيدي التمرين اللي عملته تمرين عادي خفيف واي بنت بتقدر تعمله، بس في تمارين ثانيه شوي بتكون قاسيه. بالبدايه انه بنعطيها تمارين خفيفه، شوي شوي بنقوي التمارين حتى هي ما بقى بتحس كثير بتعب اصلا، يعني فنحن بنضطر انه نقوي التمارين لها. طب بما انه احنا عم نحكي عن التمرين بشكل عام، نسينا موضوع كلش مهم وهو الدايت. اوكي. هل ويا اليوغا اكو دايت معين لو تقدر تلتزم باي دايت، او لازم دايت قاسي بما انه هو تمارينه ما تشبه الكارديو، لازم شويه يعني يكون دايت اقسى من الباقي؟ هلا بشكل عام انا بفضل مع كل انواع الرياضات اذا الانسان محتاج ليعمل دايت انه لازم يعمل دايت. في انواع كثير من الاجسام ما بتحتاج الدايت، مثل الاكتومورف. الاكتومورف ما بيحتاج نوع من انواع الاجسام. بتشوفي انه في بنات مثلا بيضعف ما بيسمنوا، بياكلوا كثير وما بيسمنوا. ياكلوا كثير. هاي انا من ضمن هذول الاشخاص اللي ياكلون هواي بس ما يسمنون. فيعني هن بيكونوا اكتومورف، يعني بياكلوا وما بيسمنوا، العظم بيكون كثير ناعم. يعني بتحسي انه هن قاعدين عم يخسروا وزن. لا سمع انه هرمون الحرق عندهم يكون كلش قوي، فلي هذا السبب. هن الاكتومورف بيكون عندهم الحرق كثير قوي، يعني جسمهم بيحرق حتى من دون ما يتحركوا. يعني مرات نشوف صديقاتي تقول صديقتي ايش قد ما تاكل عادي ما تسمن، بس اذا انا اكل زيتونه واحده الاقي نفسي ثاني يوم زايده كيلو. الله. أيه. هي اندومورف. الاندومورف نوع. هلا رح احكي لكم بالتسلسل، رح احكي لكم عن الميزومورف. هو بيكون البنت هو احسن نوع تقريبا. الكتف بيكون شوي عريض، الرجل بيكون كبيره والخصر صغير. هيدا بيكون شكل الميزومورف.
فالميزومورف بيبني عضلات بسرعة، بيحرق بسرعة. عظمه بيكون وسط، يعني لا تخين ولا أنه كتير ضعيف. هي حلاوته يعني في أحلى. بنجي على الإندومورف اللي هو بيكون شكل الجسم تقريباً بيضاوي أو دائري. عندهم حساسية للأنسولين، للكربوهيدرات بشكل عام، يعني إذا أكلوا لقمة زيادة يسمنوا. فيفضل أنه يكون عندهم طبيب تغذية أو مدرب أنه يحسب لهم الكالوريز اللي عم تفوت على جسمهم. بيكون عندهم العظم عريض وما ما بيضعفوا بسهولة أبداً، يعني بيكون الموضوع شوي صعب عليهم. أوكي. طب يعني إحنا إذا أي شخص من أدنى، أكو أشخاص يتمرنون تعرفين الصبح أو مثلاً الأصليات أو المساء، فقبل الرياضة أكيد لازم يسوون إحماء. أكيد. فشنو التمارين تقدرين تسوين تمارين إحماء أي شخص ممكن سهلة كبداية يسويها؟ هلأ إذا كانوا بالقاعة الرياضية فينهم يعملوا ركض أو بايسيكل أو درج الستيرز. ممكن تسوين وفي تمارين تعمل بالبيت كمان. اللي بالبيت شلون؟ اللي بالبيت بالبداية فينا نعمل هيدا التمرين ركض. أي ركض بالمكان نفسه، يعني على الوقت صح؟ كم دقيقة على الوقت تقريباً؟ أو لحتى نحس إنه بدنا ناخد استراحة. أوكي. بعدين فينا ناخد الجامب جاكس هالشكل. نحن لازم إذا بدنا نعمل إحماء أو كارديو يكون تقريباً فول بودي، يعني لكامل الجسم، لحتى نحن مو بس عضلة واحدة طبعاً، لحتى نركز على كل الجسم يصير إحماء بكامل الجسم، حتى لا إنه نتفادى الإصابات. أوكي. يعني ركض وجامب جاك، شنو بعد؟ هالشكل. هاي ثلاث تمارين. في ثلاث تمارين. إذا بتحبوا بعد فينا نعمل السكواتس جامبينج سكواتس هالشكل. أوكي، هاي إحماء. زين، تمارين لياقة شنو هي التمارين اللي إحنا نقدر نسويها بالبيت أول ما نقعد الصبح؟ فينا نعمل هاي التمارين إذا عندك حبل كمان على هاي إحماء حبل. لو نفس الوقت لياقة. هي الإحماء لياقة مجرد طبعاً لياقة وتحرك كل عضلات جسمها. هلا هي بتحرك عضلات الجسم، هي كمان تعتبر لياقة لأنه إحنا عم نحسن التنفس عنا. صح. يعني كل ما بيكون تحسين، كل ما بيكون التمرين قاسي نوعا ما بيكون كارديو، بيكون كمان إحماء بنفس الوقت. طب سؤال، يعني في أشخاص كنا نعرف إنه لازم قبل أي رياضة نسوي إحماء، بس أكو أشخاص ما يعرفون إيش قد مدة الإحماء اللي لازم يسوي. ممكن يسوي هاي التمارين سويتيها بدقيقة، وهذا غلط، يعني تحتاج شوية أنت وقت لنفسك حتى تبلش الرياضة. أي طبعاً أكيد. قد الوقت تقريباً؟ هلأ بده يكون إذا هي تمارين إذا كانت بس إحماء، إذا كان صيف وإذا كان شتاء، لأنه بالشتاء يدوب الواحد يدفى يعني بسهولة. صح. بالصيف تقريباً 10 دقائق لربع ساعة إذا كان الواحد يعني ما موصل لمرحلة من السمنة. أوكي. أما إذا كان بالصيف تقريباً 20 ل30 دقيقة. أما إذا كان كارديو يفضل يكون 45 دقيقة. والله. إيه طبعا، اذا كان كارديو يعني انه نحن بدنا نحرق، ما بدنا بس نعمل احماء. طبعا بعض الاشخاص يعانون، واكثر منطقه خلينا نقول بالجسم بسهوله تكبر وبصعوبه ايضا تنزل، اللي هي البطن، او احنا نسميها الكرش. فشنو التمارين اللي احنا نسويها حتى نقلل من الكرش او حتى نزيل الكرش نهائيا؟ نزيله. هلا لخساره بشكل عام الدهون او البطن، نحن لازم نشرب كميه كافيه من المي يوميا، لازم ننام من 6 ساعات ل 8 ساعات كمان، كثير النوم مهم لانه نحن نايمين بنفرز هرمون الجروث اللي هو ينمي العضلات ويحرق دهون نفس الوقت، يعني انه بيرتفع كمان الهرمون هذا نحن عم نتمرن ونحن نايمين. بنفس الوقت كمان لازم نتبع نظام غذائي، يعني اللي بيريحه لأي شخص، ممكن يرتاح على الكيتو، ممكن يرتاح على الصيام المتقطع، يعني في أنواع كتير من الدايت ممكن هو يختار واحدة ويسويها، أهم شيء إنه هو يكون مرتاح عليها، لأنه طبعا يعني الواحد من يكون عم ياكل بكيف ويجي يسوي دايت فجأة يعني ما أنا شيء سهل يعني لأي حدا لأي شخص. صح. فانه بفضل انه يكون نظام غذائي اي شخص يكون مرتاح عليه، واكيد مع مشرف يعني يكون. التمارين الرياضيه بفضل انه تكون بالفتره الصباحيه اكثر، او انه على معده فاضيه لحتى نحرق اكثر. في ناس كثير بتعمل تمارين البطن الابس، يعني بتعملها بتفكر انه هي رح تحرق دهون.
بس نحن بنكون بس عم نشد العضله يعني نشد المنطقه. طب نحتاج للكارديو اي طبعا لحتى نرفع أوكي. معدل نبضات القلب لحتى يزيد عنا الحرق. اوكي اهم شيء. طب انت ذكرتي يعني النط على الحبل اكو اشخاص يعني مثلا يحطون رجل بعدين رجل اكو اشخاص ينطون بشكل يعني كامل فهي اياه هي الاصح. هلا هو الواحد مو من السهل انه يوصل لهي المرحله، بالبدايه بيتعلم شوي شوي واحده واحده أوكي. بعدين شوي شوي من يتطور بيسوي الاصعب الاصعب الاصعب. أصعب. اي صح اي كل شيء خطوه بخطوه احسن شيء. طبعا ذكرتي انه الصيام المتقطع هاي بالنسبه ايضا للدايت. اكو بعض الاشخاص ايضا دكاتره دي يقولون انه الصيام المتقطع يعني هم اختلفوا بالراي بصراحه، اكو بعض الاشخاص يقولون انه الصيام المتقطع زين، اكو يقولون لا مو زين، فيا هو الاحسن والصحي للجسم الصيام المتقطع لو الدايت يعني بشكل طبيعي انه ثلاث وجبات باليوم بس تكون انه ناشفه ودايت خفيفه. هلا بالنسبه اذا الواحد بده يرفع مثلا عضلات الجسم اذا بده يروح على موضوع السعرات الحراريه دايت السعرات الحراريه يعني تكون محسوبه فينه ياكل كل ساعتين وجبه صغيره يعني مو الا ثلاث وجبات، ليش؟ لاني نحن بدنا نوعا ما نجوع الجسم ونعطيه شوي لحتى يبني عضلات اكثر، بنفس الوقت يكون عم يحرق. بالنسبه في عندنا كمان الكيتو، الكيتو كثير حلو، اغلبيه الناس هلا عم بتحبه وعم تتبعه. الكيتو هو نظام تقريبا فيك تقولي انه هو تجويع الجسم للكربوهيدرات. اوكي. الجسم هون بفوت بحاله اسمها الكيتوسيز. الكيتوسيز اللي هي انه الجسم بصير بياخذ بدل ما ياخذ الطاقه من الكربوهيدرات بصير بياخذ الطاقه من دهون الجسم المخزنه وبيحولها لكيتونات اللي هي بعدين بتزوده بالوقود. الكيتو حلو بشكل عام غالبيه الناس يعني عم تتبعه. في عندنا الصيام المتقطع هو نافذتين يعني صاير نافذه الاكل ونافذه الصوم. تقريبا الاكل بده يكون من 4 ساعات إلى 6 ساعات والباقي بده يكون صيام. اوكي. من دون اكل فينك تشربي مي او قهوه بدون سكر وكمان شاي بدون سكر. بس ممكن صح هذا الشيء ممكن اذا جوعنا احنا الجسم كلش ممكن يضل يخزن دهون ما يصرفها بسرعه؟ لا ما بي يعني ما بيخزن دهون اكيد هو بيكون عم يحرق، بنفس الوقت هو بيعالج. يعني الصيام المتقطع بيعالج اي مرض داخل الجسم والواحد بيكون ما حاسس فيه اصلا. بشكل عام الصيام المتقطع يعني كثير حلو، انا بفضله للناس مثلا اللي حابه انه يكون عندها مثلا حرق اكثر او انه طاقه اكثر بشكل عام لانه غريزه البقاء هي تشتغل عندها. انا السؤال الاخير الكيتو الاصح لازم الشخص ايش قد فتره يبقى بيه؟ عادي فينه يبقى فيه قد ما بيريحه طبيعي لحد ما ينزل الوزن اللي هو يريده يرجع للدايت الطبيعي اللي هو يدخل كارب بجسمه. ايه واذا كان بيريح والدايت الطبيعي كمان عادي فينه يعملوا. وفي ناس كمان ما بتستفاد على الكارب يعني عفوا على الكيتو. ايه في ناس حسب الجسم. طبعا نايله موضوع كلش حلو وفعلا كلش واسع نحكي به، احنا نشكرك تعطينا معلومات كلش حلوه ونتمنى مشاهدينا هم استفادوا. شكرا شكرا لك. شكرا نايله. مشاهدينا اكيد احنا بعدنا مستمرين وياكم لكن هسه راح نتوجه الى استديوهات دبي ويا ميس. صباح الخير عليك ميس. صباح الخير هيفاء، صباح الخير زهراء، وصباح النشاط ويا ضيفتكم. خلف الكواليس هنا دا جرب اسوي التمارين وياها. انت ميس من قعدت الصبح ما سويت هاي التمارين صح؟ ما لحقتي يمكن؟ لا لا ما لحقت، بس هو اللي انا اسويها دائما اللي هو الحبل. والحبل حتى لو ما عندي حبل يكون عندي الحبل الوهمي، يكون يعني ما يكون موجود بس انا اسويه مثل الوهم واظل اقمز بمكاني حتى ايش قد ما اقدر احرق دهون احرق او اتنشط في الصباح. يعني انا نط الحبل هذا عندي المفضل. حلو. يعني ميس بعد منه وجاي بالنسبة للأشخاص بعد ما عندهم حجة لأنه أكو ناس يقولون إحنا ما عندنا إمكانية نروح نسجل بالقاعة الرياضية أو إحنا ما عندنا وقت نروح نسجل. هي طتنا نايلة تمارين كلش حلوة وتأخذ مسافة كلش صغيرة بالبيت نقدر إنه إحنا نسويها ويأخذ وقتنا كلها خلينا نقول ساعة. نطلع كل الطاقة السلبية اللي بداخلنا بنفس الوقت لياقة للجسم.
نتحكم على التنفس مالتنا، فاكو امور كلش حلوه، اكو تمارين كلش حلوه نقدر انه احنا نسويها بالبيت. صح، انا فبعد ماكو حجه لازم احنا كل يوم نقعد نسوي هالتمارين. لازم الكل اول ما يقعد من النوم يبدا يا يقمز يا ينطنط يسوي جامبنج جاكس ويسوي التمارين اللي ذكرتها. فكلش حلوه، انا اتفق وياك، حبيتها، لطيفه، سهله وسريعه، ممكن نسويها باي مكان. فنشكر ضيفتك مرة ثانية على هذا الفقرة الجميلة اللي طتنا إياها والنشاط اللي طتنا إياها من الصباح. وهم أنا أريد أسألكم عن السؤال التفاعلي لحلقة اليوم، أنه هل تطمن بوجود مربية مع الأطفال في المنزل ولماذا؟ هسه إحنا ما عندنا أطفال، بس ولكن نعرف ناس عندهم أطفال، هل أنت برأيك هيفاء وزهراء أنه أنتوا يعني تطون الثقة أو تطمنون بوجود المربية ويا الأطفال في المنزل؟ ميس هيفاء قالت أني أتفق على هالشي، يعني لأن تحسه فشي مساعد، وأني بنفس الوقت هم أتفق. بس تعرفين الأهل لازم يمرون بمرحلة إن هم يثقون بالشخص اللي جايبيه، لأنه هذا طفل بالأخير راح يتركوه وحده ويا المساعدة. فأعتقد إذا هو ما عنده وقت فعلا وهي ما عندها وقت، لازم يكون وياها مساعدة بالبيت وما يتركون الطفل وحده. أنت شنو تقولين؟ أنا ما عندي مشكلة زهراء إذا أجيب مربية للبيت، بس بنفس الوقت لازم ما نترك الطفل للمربية طول النهار، لازم أني هم أدي الواجب ويا الطفل حتى لا يتعلق أكثر شيء ويا المربية، لازم أنطي وقت كلش كافي للطفل. من أرجع من الدوام أو من أكون مشغولة ومن أرجع، فلازم أنطي هاي الحنية الأم أو حتى الأب كذلك. صح، لازم نقصر ويا الطفل اكيد اكيد، لانه بالنهايه التربيه هيفاء اللي ذكرتيها اهم العناصر لتطوير شخصيه الطفل. فاذا الام او الاب تركوا الطفل ويا المربيه طول الوقت، التربيه حتصير من خلال المربيه، ويمكن هاي النوع من التربيه او البرمجه لهذا الطفل ما يناسب الاهل. فيفضل انه الام اكثر شيء تكون متواجده مع الطفل باكثر الاوقات، حتى لو كانت مشغوله، بس مثل ما قلتي انت هاي النقطه كلش مهمه مال التربيه، تربيه الطفل ونقضي وقت وياهم. ان شاء الله الناس تستفاد من هذه النصيحه، نصيحه هيفاء لليوم. واحنا من استوديوهات دبي همين راح نكمل باقي فقرات باقي الفقرات، وعندنا همين ضيفتنا لليوم اللي راح تحدثنا عن الاتيكيت والتعامل مع المربيات في المنزل، فهذا هم موضوع جدا مهم لانه يؤثر على التعامل مع الطفل. فخليكم تابعين ويانا هيفاء وزهراء، وانا ارجع لكم بعد شويه. شكرا لك. شكرا لك ميس. نرجع نصبح عليكم من جديد من استوديوهات دبي مشاهدينا في هذا الصباح النشيط والجميل، وهمنا موضوع جدا مهم، الموضوع عن الاطفال والمربيه، وهل نترك الاطفال مع المربيه في البيت؟ نعم أم لا ولماذا؟ ممكن من خلال QR كود بأسفل الشاشة تصوروها بكاميرا التليفون وياخذكم على صفحة الإنستغرام على طول حتى تتفاعلون ويانا. واي من الناس اللي كاتبين بالتعليقات طبعا لا، شلون أطمن لما أخلي أطفالي يم واحد غريب. أكو واي من الناس كاتبين لا، أكو ناس كاتبين أنه إيه، بس لازم أول شيء أبني الثقة مع هذا الشخص، أحط الكاميرات وأتفرج على المربية هي بدها تتعامل مع الأطفال في المنزل من غير ما تعرف، وبعدين ممكن أتركها وياهم. فدا أشوف أنه مواية من التعليقات هنا دي يذكرون أنه ما يفضلون أنه يتركون مع المربية، مثل ما ذكرنا قبل شوية الحديث اللي صار ويا هيفاء وزهراء، أنه المربية بالنهاية هي جاية حتى تساعد الأم ولا الأب في المنزل مع الطفل. أكيد طبعاً الثقة أنه تحطون مع شخص غريب في المنزل أول مرة وتطلعون تعوفون هذا الطفل وياه، وبالذات بالقصص اللي نسمعها واللي تتداول ويا الأخبار، الشخص يبدأ يخاف. فشون الواحد يقدر يكسب ثقة المربية وبنفس الوقت يقضي وقت كافي مع الطفل حتى الأم والأب فعلاً هم اللي يربون الطفل من غير ما يكون أكو حواجز؟ هاي النقاط المهمة اللي رح نتحدث بها اليوم حتى نفك هذه الحواجز، وهمنا نتخلص من الخوفة ويا المربية، لأنه بالنهاية المربية موجودة حتى تساعدنا. خلينا نشوف بعض تعليقات عن هذا الموضوع. أكو ناس يقول ما أحب أحد غريب أو شخص غريب يعيش بالمنزل وياي. أكو شخص كاتب لا، من واجبات الوالدين تربية أطفالهم. همنا نرجع نقول المربية المفروض تكون لي أو المساعدة في المنزل حتى تساعد الأم
في مثلا أغراض البيت، أشياء اللي تريد تسويها بالبيت، مو بالضرورة أنه تربي الطفل. فهاي همينا فكرة ماخذيها عن المربية يمكن خاطئة، أنه الواحد يفكر أنه المربية هي لازم تربي الطفل. أكيد لا، الأهل لازم يربون الطفل، والمربية تكون هناك حتى تساعد الأم في أمور المنزل. أما الآن أريد أكمل باقي التعليقات مالتكم، بس قبل ما نشوف كل التعليقات خلينا أول شيء ننتقل إلى موضوع ثاني، وهو التوابل ومنكهات من الأمور المهمة اللي يحبها ويجمع عليها كل العراقيين. لذلك نلاقي بكل محافظة ومدينة قريبة سوق مخصص للعطارين، وكل سوق يتميز بشيء معين. وفي جولتنا لليوم رح نتعرف على سوق العطارين في السليمانية، خلينا نتابع ونرجع لكم. سوق العطارين واحد من الأسواق القديمة يعني بالسليمانية، ويمكن هو يعني مختص في مو على مستوى السليمانية فقط، على مستوى المحافظة، يعني الناس كلها اللي يحتاج شيء، ما يعني أي نوع من الأعشاب، من الورد، من الآخر، يجي لهذا السوق ويشتريه. وكل واحد حسب الرغبة وحسب الحاجة اللي هو محتاجها. يعني هسه مثلا على سبيل المثال، يعني هذا يسموه ورد ماوي، يعني هذا ينطبخ على طريقة الشاي، يعني مثل الشاي، تفور ماي وتخليه شوية من عنده، وبعدين توشله وتشرب الماي ماله، إضافة إلى البخار مالته اللي لأمراض الصدر، يعني مثلاً اللي القاحة مالته ما تطيب بأي يعني دواء من الأدوية، يأخذ مي ورد وخطيته برقبتي. السوق مال عطارين أتردد عليه بين فترة وفترة، أشتري منها الحاجيات اللي أنا أريدها. مثل هسا أشتري من عندهم السعد ليش أشتريه؟ هو بفوائد هواية، بس أنا بالنسبة لي استعمله كعطور بالبيت للحشرات، لتنقية الجو، زيادة أكسجين، ريحته طيبة. صار لي تقريبا 90 سنة وشوي عقب من هذا بنين هذا السوق، وكان حوض هناك بيها ماي يسمونه هسه ما بيها يسمونه حوض وشكة. هذا حوض وشكة يعني مشهورة بالشغلات اليدوية، مثلا حدادين وصباغين وقضية ما جلود، دباغين موجودة هناك، وواحد منها عطارية. العطارية هذا قديمة على السليمانية، بيها شغلات يومية وحاج شان سليمانية بيها، مثلا القرى والنواحي يجون على السليمانية يبدلون حاجات مالتهم على العطارية لحد الزمن اللي يريدونه. بس هذا عطارية صار يعني هسه شوية صار قوي، يعني مواد يختلف يومية، يجينا مواد جديدة. الطب هسه يعني حاليا الأدوية الجديدة، يعني الجيل الجديد من الأدوية اغلبها دا يعتمد على الاعشاب، يعني بداوا يتخلون عن المركبات الكيميائيه بصناعه الادويه، يعتمدون على الاعشاب، وهي هاي نفس هاي الاعشاب بس هنا يعني بدائيه، يعني ما مصنعه بس ميبسيها ومخليها. كل شيء اختصاصه، هذا كادويه احنا ماخذيها كعلاجات، يعني شايفين منها نتيجه، شايفين نتيجه، بس ما يعلى على الطب. يعني
هذا التقرير اللي شفناه من السوق السليمانية، سوق العطارين، بصراحة خلانا اشتهينا كلنا أن نكون موجودين بهذا السوق الجميل وشوارع والطور مثل ما ذكروا الحلوة اللي ممكن يستخدموها بالمنزل. فشكرا لهذا التقرير الجميل من السليمانية. ونرجع نذكر بالسؤال التفاعلي لحلقة اليوم. اليوم موضوع كلش مهم، لأنه موضوع نزرع به الخوف وبنفس الوقت محتاجي بالبيت للمساعدة، أنه هل أنتم من النوع اللي تطمن بوجود المربية في المنزل؟ نعم أم لا ولماذا؟ من التعليقات اللي شفناهم على الشبكات التواصل الاجتماعي بالأخص على الإنستغرام، وايد من الناس كاتبين أنه يخافون من المربية إذا كتلة الطفل ضربته يعني، أو إذا باقت البيت سرقت المنزل. فهذه الأمور وايد خايفين من عندها الناس، وحقهم أنه يخافون من عندها بسبب مثل ما قلنا المواقف اللي صارت في باقي الدول أو في نفس الدولة، وسامعين هذه القصص فيخافون من عندها. وشون نقدر نتخلص من عندها؟ أكيد مخصصين ضيفتنا لليوم إن شاء الله راح تخلينا نفتك من هذه العقد، وبنفس الوقت نعرف شون نتعامل وياهم بالأتيكيت. أما الآن قبل ما ننتقل إلى ضيفتنا، خلينا ننتقل إلى موجزة الأخبار ويا سمراء. صباح الخير. يسعد صباحك ميس. اليوم الأخبار إن شاء الله نسمع خبر خير منك. راح نشوف. تفضل. صباح الخير مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري من برنامج صباح الشرقية. نستهله من العراق. أسست العراقية نور العلي مدرسة لتعليم قيادة السيارات في البصرة، وتقول العلي إن مدرستها ليست فقط للتعرف على كيفية تشغيل السيارة عمليا، بل أيضا لتكسب المرأة استقلاليتها. أعلن علماء من الدنمارك أن طفرة جديدة حصلت في خط الفيروس التاجي المستجد الذي أطلق عليه BA2 أوميكرون الخفي، تنتشر بسرعة في الدنمارك. ويشير العلماء إلى أن التغير حصل في البروتين المسؤول عن حركة الفيروس في خلايا الإنسان، ما قد يزيد من سرعة الانتقال أو انتقال الفيروس من شخص إلى آخر. وتكمن خصوصية هذه الطفرة الجديدة في البروتين الذي يسبب استجابات التهابية في الخلايا. أعلن أخصائيون في أمراض القلب أنه لتشخيص علامات أمراض القلب الخلقية أو المكتسبة وغيرها من أمراض القلب والأوعية الدموية مبكرا يجب الخضوع لفحص سنوي عام. ويشير أخصائيو أمراض القلب إلى أن التشوه الخلقي للقلب يمكن أن يتطور لدى الطفل في الأشهر الأولى من عمره أو حتى في الأسابيع الأولى لنمو الجنين، وقد يحصل هذا بسبب عوامل وراثية أو مرض الأم. يواجه الكثير منا صعوبات في استعادة الذكريات مع تقدمنا في السن، ويعتقد الباحثون الآن أنهم يعرفون السبب وراء ذلك، ويقولون إن أدمغة كبار السن تخصص مساحة أكبر للمعرفة التي تراكمت على مر السنين، ما يعني أن هناك المزيد من المواد للتنقل عند محاولة الوصول إلى هذه الذكريات. في الوقت الذي يجتاح فيه الجفاف منطقة الشرق الأوسط، يرى الناشط البيئي السعودي عبد الله العبد جبار جانبا مضيئا للصحاري إنه شجرة الغضا التي تنتج بذورا إلا حين تصبح أكثر جفافا، مما يفسح المجال للإكثار من زراعتها في صحراء القصيم الشاسعة بالمملكة العربية. وعلى مدى قرون وفرت ملايين من هذه الأشجار الحطبة وعلف الحيوانات والراحة من حرارة الصحراء للبدو أسلاف السعوديين المعاصرين، كما تعمل جذور هذه الشجرة على تماسك الرمال حولها، مما يساعد كثيرا على الحد من العواصف الرملية. افتتحت باريس أول رادار يرصد الضوضاء في إطار خطة لفرض غرامات الدراجات النارية والمركبات الأخرى التي تصدر أصواتا صاخبة في واحدة من أشد مدن
أوروبا ضجيجا في مكان مرتفع على عمود إنارة بشارع في المنطقة 20 في شرق باريس. قامت المدينة بتركيب أول رادار للضوضاء يستطيع قياس مستوى الضوضاء الصادر عن المركبات المتحركة وتحديد بيانات لوحاتها. في حادثة غريبة أثارت دهشة الخبراء العثور على ما يقرب من 100 طائر مهاجر من نوع شحرور أصفر الرأس بعد سقوطها فجأة من السماء بينما كانت في منتصف طريق رحلتها في منطقة شيواوا بالمكسيك، ولم تؤكد السلطات المحلية سبب النفوق المفاجئ للطيور. وقال طبيب بيطري للشرطة إن الطيور ربما تكون قد استنشقت أبخرة سامة أو تعرضت للصعق الكهربائي بواسطة الكابلات. وفي ختام هذا الموجز، وعلى ارتفاع 250 ميلا أي 400 كيلو متر فوق الأرض، نظر رواد الفضاء من على متن محطة الفضاء الدولية ISS إلى كوكبنا في مايو الماضي ورأوا واحة على شكل قلب تتفتح في الصحراء المصرية. ويعرف هذا القلب الخصب في الصحراء باسم واحة الفيوم، وهو في الواقع حوض واسع من الأراضي الرطبة. بهذا الخبر نصل إلى ختام هذا الموجز، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الشرقية مع ميس. إليك ميس. آخر خبر بعدنا بأجواء الفالنتاين القلوب. شكرا لك سمراء على هالموجز والأخبار المنوعة. يومك سعيد. يومك سعيد. مثل ما سمعنا الأخبار من سمراء، دايما تعطينا الأخبار منوعة جميلة وهمنا منها المعلومات الطبية. ونرجع لموضوع حلقتنا لليوم وهو عن المربية والمساعدة في المنزل. سمعنا من عندكم من خلال التعليقات أنه هل المفروض تكون موجودة أم لا. عندنا ضيفتنا لليوم راح تكلمنا أكثر، هي أستاذة المظهر والصورة والأتيكيت علياء العقيلي اللي راح تكلمنا عن أتيكيت التعامل مع المساعدات والمربيات في المنزل. صباح الخير. صباح الخير. صباحش علياء. بداية حابين نعرف أتيكيت تحديد القوانين للمساعدة أو لمساعدة المنزل المربية ويا الأطفال، شنو هي الأتيكيت أو أكو قوانين معينة لازم نتبعها حتى نتعامل ويا مربية في المنزل؟ هو احنا قبل ما نثبت الاتيكيت او قواعد اللي تعامل مع مساعده المنزل، احنا اكو قاعده لازم احنا نثبتها لنفسنا بالبدايه، اللي هي احنا القانون الانساني، احنا لازم نتعامل معها برحمه وبانسانيه حتى تتالف مع جو العام للمنزل، لانه هي بالتاكيد جايه من مجتمع بعادات وتقاليد مختلفة عن مجتمعنا. صحيح. فبحاجة أنه تتآلف بالبداية مع المنزل حتى تقدر تأدي عملها بالمستوى المطلوب. بعدين إحنا أكو قواعد بالأتيكيت خاصة أنه شون نتعامل مع مساعدة المنزل وشون نعطيها الأساسيات اللي تتعامل بها بالعمل مالتها داخل المنزل. يعني احنا بالبدايه لازم اول شيء نحكي وياها بهدوء، نوضح لها الاساسيات او سياسه العمل داخل المنزل شلون تكون، شنو الاشياء المسموح بها، الاشياء الغير مسموح بها طبعا، وبطريقه لائقه وبهدوء وباحترام. صحيح. احنا ما بحاجه انه نتعامل وياها بقسوه وبالتالي هي تنفر من المكان نفسه. هذه بالبدايه نتعامل وياها بهدوء ونشرح لها شنو الاساسيات، شنو الاولويات، اي اكيد شنو الاولويات حتى ما يصير عندها ارتباك، يعني ما تؤدي عملها بالشكل اللائق. طبعا لازم احنا لازم اكيد تعرف انه هي اكو حدود فاصله بينها وبين افراد العائله شلون بالتعامل، لازم اكيد ما تتدخل بخصوصيات العائله، وبالمقابل احنا ايضا ما من حقنا انه نتدخل بشؤونها العائليه. صحيح. بس اذا احنا هذه كلها تفاصيل احنا لازم تعرفها بالبدايه. بس إذا احنا نريد نتكلم عن الأمور اللي الناس تخاف من عندها، لأنه كل اللي ذكرتيه صحيح 100%، التعامل الإنساني مع المربية اللي تكون بالمنزل، تعلمها شنو لازم تسوي ما تسوي، هذه نقاط جدا مهمة. في حال أنه بعد ما علمتي المربية كل هذه القوانين المنزل أو قواعد المنزل أنه شنو لازم تسوي ما تسوي، وخرقت هذه القوانين، رفعت صوتها، تعاملت مع الطفل بطريقة غلط، أو ما نظفت بالطريقة، أو سوت الأشياء اللي أنت طلبتي من عندها تسوي، هنا شلون نتعامل مع المربية؟ هل
في سلطة موجودة، هل شو الأتيكيت الصح بحيث الثقة تظل موجودة وبنفس الوقت تعامليها بالطريقة الصحيحة مثل ما قلتي الإنسانية؟ هو أكيد بالبداية إحنا أكو عقد بينها بيننا وبين الشركة اللي هي استخدمت هذه المساعدة. صح. أكيد أكو أمور يحكمها هذا العقد، يعني أكيد 100%. الشيء الثاني إحنا أكيد إذا شفنا أكو يعني العمل مالتها مو بالمستوى المطلوب، رفعت صوتها مثلاً على الأطفال، اتعاملت وياهم بشكل غير لائق، إحنا لازم بهذه الحالة أكيد ننبهها ونحط لها الحدود اللي لازم تمشي عليها. أنا قلت هو من البداية إحنا نرسم لها حدود خاصة وعلى أساسها هي تمشي. هو كل ما يكون التعامل بمستوى اللي فصله هو الاحترام، الفاصل بيناتنا هو الاحترام، لح يكون الجو العام دائماً يسود الاحترام، وبالتالي حيكون تعاملها وأسلوبها داخل المنزل يكون صحيح. في حالة مثل ما ذكرتي أنه إذا هي ما أدت عملها بالشكل اللائق وبالشكل المطلوب، بالتأكيد إحنا لازم نوجهها، وإذا هي ما كانت أيضا بعد التوجيه ما مشت على المستوى المطلوب، بالتأكيد أكو جهة ثانية إحنا نتوجه إلها يعني نخبرهم على أنه هي مو المستوى اللائق ومدى تأدي أعمالها بالشكل المطلوب، ممكن هي غير صالحة أنه تكون مع الأطفال. هذه كلها لازم إحنا تكون الإجراءات نتخذها في حالة إذا هي كانت غير ملائمة. يعني صحيح. احنا ما ممكن نتهاون انه هي تكون غير مو بمستوى المطلوب بالعمل، او غير امينه داخل المنزل، او ما تحفظ اسرارنا داخل المنزل، او ما تعتني بالاطفال بشكل ملائم، تكون مهمله ما تنتبه عليهم. هذه كل الامور احنا ما ممكن نتهاون بيها، لازم دائما ننتبه، وبالتاكيد ما نتركها بدون مراقبه، لازم اكو يعني مراقبه على تصرفاتها بالبدايه، مراقبه على طريقتها بالعمل، مراقبه هذه النقطة على اللي نحكي بيها اكثر، تتعامل ويا خصوصياتنا. اي المراقبه أكيد. هل المراقبه بالذات لازم اكو مراقبه عليها؟ ما ممكن صحيح المراقبه من خلال يعني نفترض انه نعم واحده توها جايبه مربيه، يعني او طفلها بعد بيبي ومضطره انه تروح تشتغل العمل، ورجلها مضطرها ما يروح للعمل، فتجيب يعني مضطره ان تجيب مربيه، مو انه هيك جايبه واحده تساعدها. ففي هذا الحال بما انه هي الطفل بعده صغير حتى لو كان عمره سنتين ثلاثه، هل المراقبه تكون من خلال كاميرا مخفيه في المنزل، او شلون الواحد او الام او الاب يقدرون يكسبون هذه الثقه ويراقبوها ويطمنون انه ماكو شيء راح يصير بالطفل، لانه بالنهايه عايفين الطفل مالتهم هي شخص غريب يعني مو احد يعرفوه. طبعا هو اكيد هو احنا بالبدايه لازم الجهه اللي نجيب من عندها المساعده تكون جهه موثوقه، يعني شركات معتمده، شركه معروفه يعني عندها خبره باستخدام المساعدات، عندها مثلا يعني احنا عندنا فكره عنها، اكو فد فكره مسبقه عامه انه الكل يعرفون هذه الشركه بمستوى جيد. هذه اول نقطه لازم احنا اللي نعتمدها اللي على اساسها نختار المساعده من عندهم. ثاني شيء احنا طبعا اكيد اول ايام ما ممكن انه نعوفها بمفردها مع هذا الطفل، يا اما يكون اكو شخص احنا اذا نكون خارج المنزل اكو شخص مثلا احنا يعني ثقه وشخص من اقربائنا وشخص احنا نعرفه يكون داخل هذا المنزل يعني حتى يراقب الامور بالبدايه. اذا ما كان بامكاننا انه احنا نراقب الموقف بالتأكيد يعني من الطبيعي هسه أكو هواية أشخاص يحطون ممكن أكو كاميرا داخل المنزل حتى يتابعون الموقف، بس إحنا يفضل بالبداية ما نتركها وحدها، يعني نحاول الأيام اللي تبدي يعني تكون بالعمل بها داخل المنزل نحاول نكون إحنا بصحبتها، يعني نحاول مثلا نكون نفرغ نفسنا هذه الفترة حتى نكون موجودين داخل هذا المنزل ونقيم عملها، نقيم أخلاقها تصرفاتها أسلوبها بالتعامل، وبعدها إذا إحنا حسينا فعلا أنه هي شخص كفوء ويعني تستحق أنه تكون داخل هذا المنزل ونطمئن أنه نترك أطفالنا وياها بمفردهم، ذاك الوقت يلا ممكن نخليها إحنا بمفردها داخل المنزل. زين إحنا تكلمنا عن الأمور داخل المنزل، إذا هسه نريد شوية نحكي عن التعامل والأتيكيت مع المربية أو المساعدة خارج المنزل في الطلعات. الأم أحيانا تطلع المربية أو المساعدة وياها بالطلعات مالتها ويا الأطفال، واكو منهم يتعاملون وياهم بطريقه انه يقعدون الطاوله بحدهم، ما يقعدون او ياكلون بنفس الطاوله، لازم تضل ويا الاطفال طول الوقت اذا هي دا تتمشى بالسوق. فاكو وايا طرق الناس نشوفها احنا يتعاملون مع المربيه، شنو هي الطريقه الصحيحه
من ناحية الأتيكيت بالتعامل مع هذه الإنسانة اللي جاية تساعد؟ بالتأكيد هو إحنا أسلوب الإنسانية والتعامل والاحترام اللي هذا الجو اللي داخل المنزل، بالتأكيد إحنا رح نقله خارج المنزل. يعني إحنا ما ممكن داخل المنزل شكل وخارج المنزل شكل. بالتأكيد هو اللي عنده هذا الأسلوب حياته هو رح يكون بكل مكان. إحنا من أول شيء إحنا إذا في حاجة إنه تساعدنا خارج المنزل، مثلاً بالتسوق أو إنه تكون مع الأطفال تنتبه علينا ساعدنا برعاية الأطفال، بالتأكيد رح تكون ويانا عفوا. لكن في حالة إنه إحنا ما محتاجيها أو ما بحاجة إنه تكون في هذه الزيارة، مثلا أكو زيارات عائلية أو زيارات خاصة، صحيح. إحنا ممكن إنه يعني نطلب من عندها نقولها أنت يعجبك إنه تكونين موجودة ويانا أو لا. بالتأكيد هي مو كل الأوقات أكو ناس يعني ممكن هي ما تتآلف فيهم، فإحنا ما نفرض عليها هذا الشيء إذا كان لا كنا مو بحاجتها. وأيضا بجانب آخر هي طبعا أكيد بحاجة أنه تخرج وتتنزه وتغير جو، بالتأكيد جو التوتر والعمل أيضا يأثر عليها. لكن في حالة إذا كانت موجودة ويانا مثل ما قلت أكيد جو الاحترام والتقدير والتصرف اللائق هو لازم أيضا ينقل إلى الخارج. طبعا أكيد إحنا ما نقسى عليها، ما نعاملها بإهانة خارج البيت، أكيد لازم يكون أيضا مظهرها ملائم. بالتأكيد يعني هي راح تعكس صورة عن التعامل الإنساني داخل هذا البيت من يكون مظهرها ملائم، ملابسها نظيفة مرتبة. أيضا إحنا إذا كنا مثلا رايحين نتناول وجبة طعام داخل مطعم، بالتأكيد إحنا ما ننطيها فضلات الطعام، أكيد لازم هي تكون لها وجبة خاصة نفس الوجبة اللي إحنا نتناولها. هذه أمور يعني تعاملات إنسانية المفروض إحنا ثابتة عندنا ونعرفها. أيضا إحنا مرات تشوفين أكو نزهات أكو طلعات نحب نصورها أو نوثقها في فيديو أو صورة، بهذه الحالة إحنا أيضا لازم إنه من حقه إنه نطلب من عندها إذا إنه توافق أن تكون داخل هذه الصورة أو هذا الفيديو. بالتأكيد هي إلى خصوصية، يعني هي ممكن تحب تحافظ على خصوصيتها وما تظهر داخل هذه الصور والفيديوهات، فإحنا أيضا بحاجة إنه نسألها إنه يعني جبهة تكون داخل هذه الصورة، مرات يجوز ما يعجبها. يعني أيضا إحنا يعني أشوف أشخاص يأخذوهم مثلا أنت تروحين مكان زيارة عائلية أو عند أقربائك أو أصدقائك، يخلوها تشتغل أكثر من اللازم، وهذا طبعا أكيد يعني هذا منافي للقواعد الإنسانية وقانون العمل أيضا. عليا يعني اللي نقاط اللي تذكريها تكون مساعدة إليك بالداخل المنزل، ما ممكن أكثر من أكثر من مهمة، لأنه وايد تعرفين بالإنسانية اللي هي يمكن النقطة الذهبية اللي تحل جذر مشاكل معظم الناس إذا كانت موجودة. إذا أسا إحنا نريد تكلمنا كثير عن الأم والتعامل أو الأب والتعامل مع المربية، ولكن أسا أريد أعرف من عندك شو الطريقة الصحيحة أن نعرف الأطفال بالتعامل مع هذه المربية. أحيانا الطفل إذا المربية جديدة داخل البيت ما يتقبلها، يتضايق من عندها فيعاملها بعنف شوية رغم أنه هو طفل، يعني بالنهاية يضربها ما أريدها ما أريد أقضي وقت وياها. شلون نتكلم مع الطفل نفسه ونبعث له هذه الرسالة حتى يتعامل معها بالطريقة الصحيحة؟ هو أكو طريقة تخلي أكو يصير تآلف بين المساعدة وبين الطفل. نخلي التعارف بيناتهم يكون هم مباشر، يعني يخلي هو الطفل يعرف عن نفسه، يخلي هو الطفل يراويها غرفته مثلا، يعني المكانات اللي بالبيت اللي هو يحب يلعب بيها، يخليها هي أيضا إذا كانت طبعا يعني نفس اللغة تتكلم أنه هي أيضا يعني تتواصل وياه حتى يكون أكو تآلف بيناتهم. وبالتأكيد إحنا مأكدين للطفل أنه التعامل المحترم جدا مهم، لأنه هذا بالتأكيد هو لح يثبت تعامله داخل المنزل مع أفراد العائلة أيضا، مو بس مع المساعدة، لح يكون تعامله محترم داخل المنزل مع أفراد العائلة وخارج المنزل أيضا. أيضا إحنا نثبت للطفل أنه إحنا لازم يعني نقدر مجهود المساعدة وأنه هي تبذل مجهود كبير، عن طريق أنه نعلمها على النظافة ونشجعها أنه يقوم بأعمال البسيطة، يعني هو يساعد نفسه أيضا بالتالي حتى لا يكون شخص اتكالي. صح. أيضا إحنا بحاجة أنه طبعا أكيد لازم يعرفون ونثبت عندهم أنه ممنوع أنه يصرخون، ممنوع يستعملون ألفاظ غير لائقة، ممنوع أصلا يتنمرون على المساعدة، لأنه بالتالي هي هاي أساسيات يعني أداب وأخلاق المفروض مثبتة داخل المنزل. قدوم المساعدة ما لح يمنعها أو يغير شيء من عندها.
صحيح. وهذه يعني أساسيات إذا اعتمدناها في نثبتها للأطفال بالتالي رح يكون تعاملهم جدا لطيف وسلس مع المساعدة داخل المنزل. وطبعا بالتأكيد احنا قلت نستخدم مساعدة تكون بكفاءة، يعني تكون تعاملها اللي حيصير للتآلف بينها وبين الأطفال أيضا يكون سهل ما يكون صعب بالنتيجة. صحيح. علياء العقيلي شكرا جزيلا لتواجد ويانا اليوم في صباح الشرقية والمعلومات القيمة اللي طيتينا إياها. شكرا. أما الآن مشاهدينا مثل ما سمعتوا بهذا اللقاء الجميل أكو النقطة المهمة اللي ركزت عليها وهي نقطة الإنسانية، وفعلا هذا يعني ما دا أقول أنه أكو نقص عندنا في هذا الشيء، ولكن أحيانا الإنسان ينسى في هذه المواقف الأمور الإنسانية اللي لازم تجي معها، فبالذات أنه بالنهاية هذه الإنسانة تعتبر موظفة عندك، فإذا أنت مدير لازم تتعامل مع الموظف مالتك بالطريقة الصحيحة وبالأسلوب الصحيح. وهذا هم من النقاط اللي ذكرتها أنه لازم نقضي وقت كافي مع المربية في المنزل حتى نكسب هذه الثقة، نعلمها بالطريقة الصحيحة، أو حتى لو ما نسميها مربية تريد نسميها مساعدة في المنزل، لازم تقضون وقت وياها حتى تكسبون هذه الثقة من غير ما تتفاجئون بعدين بالأضرار اللي تصير، لأن أكو ناس على العميان خلص تتكل على هذا الإنسان وتتوقع من هذا الإنسان يربي بنفس الطريقة اللي الأم تربي، ولكن هذه الإنسانة مو جاية مثل ما ذكرت الأخصائية، ما جاية من نفس العادات والتقاليد ونفس الدولة، فأكيد إذا رادت تربي الطفل ما راح تعرف تربيه بنفس الطريقة اللي أنت أو أنتي تحبون تربون الطفل. فهذه الأمور النقاط المهمة اللي ذكرناها وتكلمنا فيها، وإن شاء الله استفادتوا من هذا اللقاء والنقاط المهمة اللي ذكرتها. وأما الآن إحنا خلصنا من فقرات استوديوات دبي، ولكن صباح الشرقية مكملين من استوديوات أربيل ويا زهراء وهيفاء. شنو رأيكم باللقاء اللي سمعتوه ويا أخصائية الأتيكيت؟ شكرا لك ميس على الفقرات اللي قدمتيها، وبالنسبة طبعا هاي كانت ضيفتنا قبل كم يوم وطتنا أيضا معلومات كلش حلوة وقيمة. بالنسبة لهذا الموضوع اللي ركزت به أكو شغلة ذكرتها كلش حلوة ومهمة، أنت أيضا ذكرتيها، أنه الشخص اللي جاي المربية اللي جاية هي مو نفس عاداتنا وتقاليدنا، فلازم احنا نتعب عليها فترة محددة ومعينة نبقى احنا وياها حتى إذا تعلمت الخطوات الأساسية إن كان عاملة بالمنزل أو مربية، فلازم أيضا احنا مبدئيا نبقى وياها لفترة إلى أن تتعود، وأيضا احنا نشوفه بعيننا ونطمئن على أولادنا، وبعدها يلا الكاميرات مثل ما ذكرنا أهم شيء الكاميرات البيت حتى نبقى نراقب، أهم شيء المراقبة، وأهم شيء ما ننسى أنه إحنا كأهل شلون أنه إحنا نأدي واجبنا تجاه أولادنا. صحيح. هي هذه فترة التمرين اللي إذا تسميها internship، الواحد يتدرب في المكان الشغل مالته أو العمل مالته، فهذه مرحلة التدريب لازم ندربها بالطريقة الصحيحة مثل ما ذكرتي، وحتى الواحد يطمن بعدين، يعني بعد ما تتدرب ونطمن أنه كل شيء تمام وتعلمت العادات والتقاليد وتعلمت الأسلوب، الواحد يقدر بعدين يأمن. شكرا لك ميس على الفقرات اللي قدمتيها، اكيد احنا مشاهدينا بعدنا مستمرين وياكم. طبعا زهراء التعليقات اللي موجوده بخصوص هذا الموضوع، اكو ناس مثل ما ذكرنا بالبدايه ضد واكو ناس مع. عندنا هنا تعليق مكتوب مو 100% بس اكيد اللي يجيب مربيه تكون موظفه او شيء، واكيد ما يجيب اي وحده لاطفالها، وانما تتاكد منها انه هي مناسبه لاولادها وللبيت، فعادي ما بها مشكله، هواي عالم مسوين هيك شيء. عندنا نانا التعليق الثاني، لا أنا ضد الفكرة تماما، أنه الأهل لازم يقومون بتربية الأطفال. أكو هيفاء كلش تعليق عجبني، أنا تعودت على المربية الموجودة عندي وما أقدر بدونها، لأنه مثل ما قالت النقطة اللي قالتها هيفاء، أنا تعودت عليها وعودتها على نظامنا بالبيت وعلى عاداتنا وتقاليدنا، وصرت أقدر أعوف أطفالي وياها. مثل ما قلنا أنه أكو أشخاص يعني المساعدات دائما يعني أطباعهم تختلف عنا، عاداتنا وتقاليدنا تختلف، فإذا أنت تعوديها وتأقلميها على جو البيت راح تقدرين تعوفين الأطفال وياها. طبعا إحنا كل حلقة عندنا خبر منوع، خبرنا اليوم المنوع يعني هيفاء كلش ضروري، ليش؟ لأنه هم يعتمد على صحتنا ونفسيتنا بنفس الوقت، فراح يكون عن الضوضاء
بشكل عام وعن القوانين. في مكان مرتفع على عمود إنارة بأحد شوارع في المنطقة 20 في شرق باريس، أقامت المدينة بتركيب أول رادار للضوضاء يقيس مستوى الضوضاء للمركبات المتحركة وتحديداً بيانات لوحاتها في إطار خطة لفرض الغرامات عليها. وكتب بخصوص هذا الموضوع رئيس بلدية باريس ديفيد: الضجيج المفرط يصيب الناس بالمرض، من أجل صحتنا وجودة حياتنا هدف أول رادار للصوت لتوقيع الغرامات بشكل تلقائي على المركبات التي تصدر الضوضاء أكثر من اللازم. طبعاً هم قرروا أنه بالأشهر المقبلة راح تكون المدينة راح تقوم المدينة أنه هي راح تركب هاي الرادارات مثل ما قلنا على هاي العواميد، حتى هم يشوفون اللوحات ويأخذون السيارات أو الدراجات النارية اللي إذا تصدر الأصوات المزعجة وتزعج الناس بنفس الوقت. بس لحد هسه رسمياً ما حددت السلطات شنية الغرامة. قالوا أنه بنهاية 22 راح يتم أنه إحنا نحدد شنو الغرامة اللي راح يكتبوها على الأشخاص اللي دا يسوون ضوضاء بالشارع. فبداية 2023 راح يبدأ تطبيق الغرامات على كل الأشخاص اللي دا يسوون هذا الضجيج. طبعاً أنا هي أشوف هذا قانون كلش حلو، كلش حلو أكيد، لأنه فعلاً هذا الشيء يعتمد على صحتنا ويأثر على نفسيتنا. وإحنا من نمشي بالشارع اصلا ونسمع اشخاص بصفنا يعني مثل ما نقول دقوا هورن، فاحنا نضوج عاد انه احنا بالبيت نايمين او مثلا نص الليل يصير هذا الشيء، فلازم يكون عليه غرامات. هي مو بس الهورن اوكي، اكو بعض الاشخاص بالذات الشباب يحطون هذا المحرك اللي صوته جدا عالي، كل ما يدوس بنزين قوي كل ما الصوت كلش يعلى. اكو بعض الاشخاص نايمين ويكون يعني الشباك مالتهم يكون على الشارع، هذا الشيء كلش يزعجهم. مزعج. اكو بعض الاشخاص يرجعون يعني بالليل والناس نايمه، فشيء جدا مزعج. فنتمنى انه ينطبق بالمستقبل يعني ينطبق بكل الدول خلينا نقول. طبعا مشاهدينا هسه راح ننتقل وياكم الى مدينه البرتقال، واكيد عرفتوها من مدينه البرتقال معناها انه دياله. طبعا مدينه دياله المشهورة والمعروفة بالبرتقال، وتشتهر أيضا بزراعة الحمضيات وخصوصا البرتقال. وطبعا احنا برتقالنا كلش معروف بنكهته الخاصة، والناس أيضا تفضله عن البرتقال اللي يجيبه يعني أو اللي احنا مستورده من برا. فخلينا نروح لديالة ونشوف هذا التقرير. بالنسبة للعراق كل محافظات تمتاز بخاصية. بالنسبة لمحافظة ديالة تمتاز هي بالحمضيات، ومثل ما تشوفون ومعروف على مستوى العراق ديالة هي أم البرتقال. احنا من زمن أجدادنا استعرضنا هذا يعني شلون نفس عملهم مش نفس المسيرة، يعني صرنا بالدنيا فطلنا على البستان نداري ونعمر ونشوف التشوه اللي بعينكم هسه حاليا. بالنسبه البرتقال دياله يفرق عن برتقال كل المناطق او نقول كل العراق. ليش؟ اول شيء يعني بالنسبه دياله ميها عذب، المي مالها عذب، فدائما نشوف ميها برتقال تصير حلوه. بالنسبه هي كل الحمضات عندنا البرتقال واللالنجي النمحامض الجرينفود السندي، هي هذن النوعيات. لا نقول عراقي، احنا نصيح العراقي او الكليم تايم. يجون من غير محافظات يتعدون انه الحاصل على المود ياخذ؟ اي نعم يجون من كل محافظات. بالنسبه اذا يعني على مود البرتقاله وطعمها، مع البرتقال دياله مميز. أطعم شيء يعني عندنا احنا البرتقال مال دياله، اغلب الناس تجينا يعني تدور هو المنتوج العراقي البرتقال العراقي خلينا نقول بصوره عامه يعني.
لان البرتقال العراقي يعني في فيتامينات يستخدمونه لكل شيء يعني. اغلب الناس تجي تاخذ يعني احنا ما شاء الله الصناديق تاخذ من عندنا يسوون عصير مع عصير يعني تغذيه للاطفال همين. فارقى برتقاله اذا تجيها عامه هي برتقال ديال عندنا احنا. بخصوص البرتقال المحلي والمتوفر بالسوق احنا حاليا، البرتقال العراقي مرغوب يكون اكثر عند المواطن، احنا حاليا بنروح نتسوق يعني هم مسواق اليوم المخضر نبحث عن البرتقال العراقي، البرتقال العراقي معروف وبالذات بدي نقول برتقال دياله، برتقال دياله كل الناس تعرف به مضروب به الامثال وكطعم. يعني رغم وجود كثرة البرتقال المستورد الموجود بالأسواق الموجود التركي وموجود المصري وموجود الإيراني وموجود السوري، لكن احنا ندور على البرتقال العراقي نعتبره أكلة يعني يومية بشكل عام. واحنا بدياله مشهور عندنا البرتقال يعني هسه حاليا حتى نعتمد بصوغاتنا الناس وأهلنا بغير محافظات يبدي لهم البرتقال دياله. رجعنا وياكم مشاهدينا بعد ما شفنا هذا التقرير من ديالة، واحنا نعرف انه احنا محافظاتنا كل محافظة مشتهرة بشيء، ومثل ما شفنا ديالة مشتهرة بالبرتقال وشفنا هاي المزارع الحلوة، وكلش نفتخر ونحب انه احنا بالعكس ندعم المنتج الوطني مثل ما نقول دائما. فاحنا ما نحتاج ناخذ اي شيء من برا اذا احنا ما شاء الله عندنا هاي المزارع، عندنا هاي مثل ما نقول فلاحين اللي يحبون ان هم يطون للعراق كله. وضروري ايضا زهراء انه شغل الايادي العامله العراقيه اللي عاطلين عن العمل، فاحنا دائما نحب نركز على هذا الموضوع مثل ما ذكرت زهراء انه نسلط الضوء على المنتج الوطني ضروري. حتى ليش انه احنا نستورد من برا، فليش ما نصدر احنا؟ اول شيء انه احنا كعراقيين نستفاد من المنتج الوطني مالتنا، وبعدين انه بالمستقبل ان شاء الله نقوم نصدر خارج العراق. طبعا مشاهدينا هسه حابين انه نقرا لكم بعض التعليقات اللي موجوده بخصوص هاشتاج الحلقه اللي يقول هل تطمئن بوجود مربيه مع الاطفال في المنزل ولماذا؟ عندنا هنا تعليق: فقط ايام الدوام الرسمي يسمح ترك الاطفال مع المربيه، اما بقيه الايام اللي اكون موجود بها بالبيت ما يحتاج مربيه. عندنا هنا تعليق ثاني: جهالي ما اطمئن عليهم الا يكونون يمي. احنا يعني الفكره يعني الظاهر صارت صعبه اكثر، لانه الناس كاتبين اي عادي واكو ناس كاتبين لا ضد الفكره تماما. النقطه هنا احنا مركزين على موضوع في حال الاهل اذا كان عندهم التزامات واشغال، وبعدين انه عندكم اطفال انتم، فالطفل او طفلين، فبهاي الحاله انه انتم وين تتركوهم؟ فمثل ما ذكرت خبيره الاتيكيت ذكرت نقاط جدا مهمه حابين انه احنا نرجع نركز عليها ونذكرها ايضا زهراء، انه المربيه اللي احنا نجيبها تختلف عن عاداتنا وتقاليدنا، لازم نقعد فتره وياها نعلمها على الامور اللي هي المطلوب من عندها، وبعدين خلينا نقول نشوف شنو هي نفسيتها، لانه اكو للاسف البعض يكونون يعني نفسيتهم مو زينه او مرضى نفسيين اصلا، هم يكونون يطلعون حرقتهم بالاطفال قدام الاهل شكل وبرا الاهل شكل ثاني تماما. فلازم نتعب على المربيه مبدئيا الى ان توصل الشيء اللي احنا رايدين، وبعدين انه يعني من نطمئن خلاص انه بقى الطفل يعني وبنفس الوقت ما نترك الاطفال وحدهم، لازم احنا من نرجع من الدوام نأدي واجبنا كاهل. يعني هي فائده قصده انه احنا بدنا نقول من الضروره انه انتم تجيبون المساعده، يعني نقول بس في حال انه صار انشغال من الاهل او الام ما تلحق او الام عندها اكثر من طفل ما تلحق عليهم ممكن يجيب المساعده، بس اذا انت عندك وقت والاب ايضا عنده وقت ماكو داعي للمربيه او المساعده بالمنزل. فهذا من خلال الكومنتات اللي نقراها احنا، لانه نشوف انه بعض الامهات رافضين تماما.
اكو بعض الامهات حتى اذا ما عندهم شيء يعني كدوام او التزامات او انشغالات فيجيبون مربيه للبيت مساعده لها، فقط مساعده، شنو تحتاج فالمساعده ايضا موجوده بالبيت او المربيه. طبعا مشاهدينا هاي كان جزء من بعض التعليقات اللي موجوده. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى انه استفاديتوا واستمتعتوا ويانا بالمشاهده. انتظرونا غدا ان شاء الله بنفس الوقت. مع السلامه.